بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي وخواتاتي السلام عليكم، تتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال وأحسن الأحوال فيما كنتوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. مرحبا بكم من جديد. كيف ما شفتوا في العنوان، يعني عنوان وحده كيعبر وعنده دلالات. ففي الوقت اللي غادي ندير واحد المقارنة إذا سمحتوا، في الوقت اللي في الفقيه بن صالح، يعني الحالة ديال الغياب اختفاء هذيك المسنة، يعني دايره ضجه في وسط ديك العائله، كنلقى واحد الحاله فتازه اليوم اللي كيف ما شفتوا وشاف الجميع، واحد الحاله اللي فريده من نوعها، اللي واحد المسنة، يعني مسنة ما تنقولوش من ذاك النوع اللي تتحرك تيبوجي، هذه مسنة طريحه الفراش 6 ايام ما كلاتش بوحدها، خلاوها سادين عليها لحد الساعه ما معروف شكون هذا السيد، شكون المسؤول. ولكن هذه الحاله هذه يعني غير متوقعة، ما تجيش على بالك. كاينين بزاف ديال الحالات كنشوفو ناس كيديو كيصبحو في الشارع كبار في العمر أولا قدام دور العجزة بشي طريقة كيترماو، ولكن بحال ما هاد الحالة هادي، واش هي انتقام؟ واش هي يعني الإنسان هذا، واش ما الإنسان اللي سد على هاد السيدة هادي 6 أيام ما كلاتش ما شربتش، لدرجة أن الناس اللي حضروا اليوم اللي اكتشفت الوجود ديالها في هذاك منزل اللي افتازا لحوا لها قرعه ديال الماء شربتها كامله في لحظه، يعني شربتها كامله، يعني السيده ما قادراش تتحرك باش انها تاكل او لا تجيب ما تشرب. هاد الناس هادو اللي دايرين هاد السلوك، اللي داروا هاد السلوك هذا، بغيت نعرف انا واش عندهم شي ضمير ولا ما عندهم شي ضمير، واش هما بنادم واش ما بنادمش، واش هذا انتقام، واش هذا شنو هادشي. تنتمناو ان ماشي غير المواكبه الصحيه لهاد السيده، وانما يتفتح تحقيق ويتعرف علاش هاد السيده هادي يعني بقات في هذه الحاله، وشكون المسؤول على هذه الحاله، لان المساله هادي مساله فيها شي حاجه، يعني ما شكون هاد السيد اللي بغى يتخلص من هاد السيده بهذه الطريقه. يعني راه ممكن نبحثوا، ممكن ندخلوا في تحاليل، يعني تحاليل كبيره، لان حجم الحادثه وحجم هذه الواقعه هذه كبير، يعني باش ان تسد على سيده وما تخليش شي منفذ وهي طريحه الفراش، يعني المسنه كبيره ما كتحركش، وبدون يعني ما يكون شي حد يجي يطلع عليها مده ديال 6 ايام. كل ما اكتشفوهاش الناس كانت غادي تبقى تتموت، يعني كانت غتبقى تتموت، ولكن لولا الالطاف الالهيه تم الاكتشاف ديالها وتم تمت النجده ديالها بالتدخل ديال الناس ديال الوقايه المدنيه والناس ديال المنطقه والصحافه. فهاد انسان مسؤول ولا الانسان المسؤول على هذه القضيه هذه، فخاص تخاد في حق الاجراءات، وخاص الجمعيات ديال المجتمع المدني ينوضوا على الخط، الجمعيات الوطنيه تدخل على الخط ديال هذه القضيه هذه، وهذيك السيده يعني تحت واحد العنايه وتم متابعه ديال المسؤول على هذه القضيه هذه والتحقيق معاه، لان اذا دخلنا في التحليل غادي نقدروا نوصلوا لشي حوايج. يعني هذه راه محاوله، يعني محاولة تصفية، يعني السيدة هي ما كتحركش، الناس كتخلي المشاش، كتخلي حاشاكم الكلاب، وكيجيو على بالهم وكيجيو كيعتقوهم وعاد كيمشيو تاني يرجعوا للبلاصة فين جالسين ولا فين مخيمين ولا فين. على اي المهم، يعني بعجاله بغيت نطرق لهذا الموضوع، علاش؟ لانه استفزني، وانا من عادتي انني كنشوف شي موضوع كيستفزني فكنطرق ليه. علاش؟ لان خاصك تادي الدور ديالك وتوصل رسائل، وهذا السيد هذا المسؤول ولا السيده المسؤوله كيف ما قلت خاصو ولا بد من حد المتابعه باش ان تخاد الحق ديال هذه السيده هذه اللي بقات في هذاك المنظر وراء كل شيء، يعني تروع كاع الناس اللي شافوا هذيك الحاله هذيك. والحمد لله لان تم اكتشاف ديالها قبل فوات الاوان، لو كان ما تكتشفتش، وحجم الريحه اللي كاينه في هذاك المكان كتوضح ان ديك السيده كانت يعني مهمله، مخلينا تما باش تموت، هو يعني مخلينا بلا حنين بلا رحيم باش تموت. وعلى اي اخواني خوتي خواتاتي، تنتمنى ان اي حد شافنا انه يتفاعل معنا مع هذا الفيديو هذا بالبارطاج، ما تدخلوش علينا بلايكات، ونتلاقاو في موعد لاحق، وان شاء الله لايف هذا المساء هذا على موضوع اللي موضوع الساعه، موضوع اليوم ان شاء الله اللي غادي نخليه اونتر بارونتيز. وتنتمنى ان نتلاقاكم على خير، كيف ما قلت ما تدخلوش علينا بلايكات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
Thank you.